ونبقى في الرياضة، حيث اختتمت فعاليات بطولة التايكوندو والتي شارك فيها 8 فرق رياضية. تقرير عباس وأبكر مصطفى. الفيدرالية التشادية للتايكوندو تصل إلى نهائيات لنشاطاتها التي نظمت على المستوى الوطني والتي شاركت فيها 8 من الروابط الإقليمية. وتتكون الرابطة الواحدة من 8 مجموعات للنساء و8 أخرى للرجال. وبعد عدة مواجهات قتالية شاركت فيها مختلف الأوزان والطبقات التي أبرزت مهاراتها في كيفية التغلب على نظرائها في هذا القطاع. وفي الترتيب العام للنساء أهرزت مدينة أنجمينا ترتيب الأول بـ6 ميداليات ذهبية، وبعدها رابطة مدينة موندو بـ6 ميداليات فضية، وتلتها مدينة بالا بـ2 ميدالية برونزية وبميدالية ذهبية واحدة، وتلتها مدينة بالا بـ2 ميدالية برونزية. أما جانب الرجال فازت أيضا مدينة أنجمينا بـ7 ميداليات ذهبية، وسار بميدالية ذهبية واحدة و2 برونزية. وفي الترتيب الثالث رابطة مدينة دوباب بميدالية فضية واحدة و5 ميداليات برونزية. أقبل ذلك فقد شكر الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة نتشو أبو المشاركين على إظهار مختلف الفنيات في هذا المجال. هذا ما يؤكد إثبات ممارسي هذه الرياضة متمنيا لهم المزيد من التقدم. وننوه بأن هذه المسابقة تم تنظيمها للمرة الخامسة على المستوى الوطني. بهذا الخبر الرياضي ننهي معكم هذه النشرة التي كانت سياسية وصحية واقتصادية ورياضية. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.